للبنت افكار صحيحه هقدر اتحكم في الرغبه الجنسيه. الرغبه الجنسيه معتمده على السمع والبصر والحس، بينما ملوش علاقه بالاعضاء. ان انا هتقدر الواحده جزء من اعضائها التناسليه، ده مش هيغير حاجه في الرغبه الجنسيه ليها، بس ده هياثر عليها في حياتها بعد كده لما تتجوز. ودايما لو عاوزين حتى نخوف الناس من الختان، اقول ان مش الست كمان اللي هتشتكي، ده جوزها هو اللي هيشتكي منها. الست هيبقى استجابتها ضعيفه جدا، فيبدا جوزها يحس انه عنده قصم مبكر، فيبدا ان هو ياخد ترامادول وحشيش، وده احد اسباب انتشار الترامادول والحشيش في مصر. الراجل بيحس انه عنده قصف مبكر فيبدا ياخد ترامادول ويبدا ياخد حشيش. بعد فتره ان هو كمان مش بيكتفي ان هو ياخد الترامادول والحشيش، هو بقى دماغه عاليه، فلازم مراته تبقى دماغها عاليه فخليها تاخد ترامادول وحشيش. يعني هي بتبدا بختان وبتنتهي بمجتمع بيجينا في القصر العيني حوامل بيضربوا ترامادول ومش عارفين يبطلوه. انت تستغرب ازاي الحامل اخد ترامادول، هي واحده بريئه عادي خالص، اخرها كان نازل بسجاير اتعرفت على واحد ضايع هو بيضرب ترامادول، او ابتدى يضرب ترامادول من ساعه ما اتجوز. هو ليه بيضرب ترامادول؟ عشان متوهم ان عنده قصف مبكر، فهيضرب ترامادول بعد فتره هيخليها هي كمان تضرب ترامادول. والستات لما بيقول لنا في القصر العيني بتقول يا دكتور هو العيل ده هيتاثر؟ اقول لها يا مدام ده هيتولد، لما يتولد هقول لك ادينا الجرعه بدل ما اقول لك ادينا الرابعه. الختان وصلت لادمان الترامادول والحشيش عند الرجاله والستات. الختان هيخلي الست استجابتها اضعف، فالراجل يقول ان مراته عندها برود جنسي. وكان في احد الافلام الممثل بيقول لك ان انا حاسس ان انا متجوز ثلاجه، فهيبدا بعد فتره الراجل يبص بره. المشكله انك عندك الفتاوي الدينيه المغلوطه، الفهم الخطا للدين. يعني في بعض الشيوخ احب اقعد اسمع الفتاوي، هل يا ترى شغلتي حلال ولا حرام؟ فيقول ان انت الست لو البلد كلها ما فيهاش الا طبيبه واحده مسلمه يبقى لازم تروح لها، لو راحت لطبيب مسلم هي قاسمه. طب سالوا الشيخ طب هي تعمل ايه؟ قالوا لو البلد كلها، انا على راي الشيخ الاسلامي دي، قال لك طب سالوا الشيخ قالوا له طب البلد كلها لو ما فيهاش ولا طبيبه مسلمه، قال ساعتها في الحاله دي تروح لطبيبه مسيحيه. فقال لك طب لو البلد ما فيهاش لا طبيبه مسلمه ولا طبيبه مسيحيه، قال لك ساعتها في الحاله دي ممكن تروح لطبيب مسلم. فهيبقى الفهم الخطا للدين هو اللي بيعمل لنا مشاكل، هو اللي انت بتصدر مشاكل باسم الدين عشان انت مش فاهم الدين صح. كان في تقرير صحفي بتفرج عليه فيديو جايبين لك واحده ست هي اللي بتعمل ختان للستات، ست عندها 60 سنه بتحكي ان كل يوم بتعمل بال 20 وال 30 ختان. انت سايب بناتك بيتحكم فيهم ناس فقيره، ناس جهله، الست دي مصلحتها ان هي كل يوم تعمل ختان عشان تكسب رزقها، هل يا ترى هتسيب بناتك عشان واحده سوري في اللفظ هي متخلفه عقليا؟ انت اللي لازم يتحدد مصير الناس، ناس متعلمه بجد، يبقى ناقش الناس بالعقل، هناقش الناس بالعقل؟ ناقش كل الوسائل، ناقش راي الدين والدين راي العلم. انا لو قلت لكل راجل انت لما هتتجوز واحده مختنه انت مش هتبقى مبسوط في حياتك والست مش هتبقى مبسوطه لان ضعف الاستجابه، بعد فتره الست دي هيجي لها احتقان في الحوض والام في الظهر والبطن فيبدا يبقى في مشاكل. فيبقى دايما الختان واجه المشكله بكل صورها، براي الدين وبراي العلم.